والآن سنعود لمجموعة برشلونة قلت عليه مجموعة الطمار الشامي. ما هذا الحظ يا برشلونة؟ ما هذا الحظ؟ نقولك ديال بلوط، نقولك ديال لامينيو، نقولك ديال الشينوج. السلام عليكم الخوت، اش كتعاودوا؟ كلشي زين كيف ما وعدتكم. القرعه دابا غنهضروا على القرعه سوف نتكلم عن القرعه. عرفتي انا ما فهمتش، لم افهم ماذا الذي حدث لبرشلونه هذا الموسم. لم افهم عندما ننظر الى المجموعه الاولى باريس سان جيرمان ومع ريال مدريد، الفرقة الثانية والثالثة والرابعة سهلين، يعني سوف يمرون بسهولة بدون التشويش وبدون صداع الراس وبدون والو. نمر إلى المجموعة الثانية، نرى بايرن ميونخ مع توتنهام، مجموعة سهلة للفريقين معا، بجوجهم سيمران مرور الكرام، ولا توجد المتعة. باين نعلم من سوف يتأهل، توتنهام وبايرن ميونخ، باين لا تصدع رأسك. نمر للمجموعة الثالثة التي فيها مانشستر سيتي وثلاثة فرق لا علاقة لهم بكرة القدم، لا نعرفهم، نعرف فقط الاسم. اعطيني حظ مانشستر سيتي وخليني نأخذ شامبيونز ليج. انا متأكد ان شخص ما من اللجنة المنظمة شامبيونز ليج عنده علاقة بمانشستر سيتي. دائما في دور المجموعات وفي المراحل الإقصائية تواجه فرق سهلة، ما هذا الحظ يا مانشستر سيتي؟ ولا تفعلين شيء، بقي فقط ان يعطيكم تشامبيونز ليج بدون ان تلعبوا. لا نفهم. اما بما يخص المجموعه الرابعه، هنا سنتوقف قليلا. اليوفي مع اتلتيكو مدريد، مجموعه الانتقام. الموسم الماضي اليوفي اقصد اتلتيكو مدريد من دور ربع النهائي، الان الانتقام مع ليفركوزن وفريق اخرى، فريق بسيط. هنا بعض الاثاره، ستحاول ليفركوزن التسلق والامساك بفريق ما، ولكن ربما انا اظن ان الريال واليوفي هما من سيحسموها. اتلتيكو مدريد واليوفي من سيحسموها وسيتأهلوا معا رسميا. الان سننتقل لمجموعه رقم 5. في هذه المجموعه ايضا وقع شيء غريب، لانه الموسم الماضي تواجه في نفس المجموعه وكانت معهم باريس سان جيرمان، الان لا، الآن هما فقط الفريقين الأقوياء في المجموعة، نابولي وليفربول. سيتأهلان. أيضا لا تصدع رأسك، سيتأهلان. إذا وقعت شي حاجة، وقع شيء ما، لأنه ربما المفاجآت مثل أياكس الموسم المقبل، مفاجآت لم نكن سنصدقها لو حكوها لنا من قبل، ولكن حدثت. ولكن الأقرب نابولي وليفربول سيتأهلان، خذوها مني أيضا رسميا. الآن مجموعة رقم 6، وهي أنا أسميها مجموعة الانفجار والدمار والموت الشامل، هي مجموعة برشلونة، لكن لن أتحدث عنها الآن، سأتركها إلى الأخير. الآن سننتقل إلى المجموعة رقم 7، وهذه مجموعة ممتعة، خذوها مني، ستكون مجموعة ممتعة، ولكن للأسف سيهملها الكثير، لن يشاهدها الكثير، لأن الفرق التي فيها ليست لها متتبعين كثيرين في العرب. هذه المجموعة تتكون من زينت التي اشترت مالكوم، الآن سنراه في تشامبيونز ليج يلعب رسمي وبقميص آخر، وفيها ليون وفيها بنفيكا. هذه الثلاثة فرق ممتعين، وأكون أكيد أن المتعة التي ستكون في هذه المجموعة ستكون متعة كبيرة جدا، ولكن ستهمل، للأسف ستهمل. الآن ننتقل للمجموعة الأخيرة وهي المجموعة الثامنة، هذه المجموعة أيضا متعة، ولكن ستكون متعة أكبر من مجموعة زينت، لأن فيها فريق أياكس، فيها فالنسيا، وفيها تشيلسي الفائز بالدور الأوروبي الموسم الماضي. وكما قلت لكم، متعة لامبارد متعة أنا أهواها، أن أتمناها، أن أراها. متعة لامبارد هذا الموسم رائع، وسوف تتقابل مع متعة أياكس وفالنسيا أيضا اللي فازت على برشلونة بكأس الملك، أيضا ممتعة لأقصى درجة. هذه المجموعة أنا أعتبرها مجموعة متعة كرة القدم، هاد المجموعات تأكدوا مجموعة المتعة كرة القدم، من يريد يشوف يشاهد المتعة يتفرج في مجموعة فالنسيا وأياكس وتشيلسي، خذوها مني رسميا. والآن سنعود لمجموعة برشلونة التي قلت عليها مجموعة الدمار الشامي. ما هذا الحظ يا برشلونة؟ ما هذا الحظ؟ الموسم الماضي تواجهنا توتنهام وإنتر ميلان وفرق كانت غلسة صعبة ومعقدة، وتأهلتي
ولكن هذا الموسم انك تتواجهين الزعيم المانيا والعائد بقوه انتر ميلان مع لوكاكو وسانشيز والرئيس الجديد والانتدابات الخياليه والمتعه التي قدموها في المباراه الاولى، انا كنت متاكد ان برشلونه حطت او ماذا كيف ساعبر لكم عن هذا المصطلح، وضعوها في اقصائيات في المجموعه، مباراه اقصائيه في المجموعه، وهنا سوف تكون لميسي وللاعبين هذا العام مسؤوليات اكبر من المواسم التي مضت. وهل ستكون ريمونتادا في المجموعات او ماذا؟ ما هذا الحظ العافر يا برشلونه؟ ما هذا الحظ؟ سنرى. ونتمنى ان تكون تشامبيونز ليغ هذا العام ممتعه، وكما قلت لكم انا ربما اقطع لكم ان نستاهل برشلونه وانتر ميلان. دورتموند للاسف ممتعه ولكن ربما هي التي ستغادر. اتمنى ان يعجبكم الفيديو وتابعونا معنا الخوت، والسلام عليكم.